وخلال لقاء مباشر في نشرة سابقة، أعرب فضيلة الشيخ عدنان عبد الله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج عن سعادته باستعداد العاملين في اللجان لاستقبال الحجاج في مكة المكرمة، وذلك خلال جولته للاطلاع على كافة لجان بعثة مملكة البحرين للحج. في هذا اليوم المبارك تم الاطلاع على جميع اللجان الموجودة في مكة المكرمة وفي مقر البعثة بحي النسيم. اطلعنا على جميع الحقيقة اللجان، ووجدنا الاستعداد والحماس الحقيقة من الشباب في لاستقبال الحجاج. طلعنا على اللجنة الأمنية ولجنة المتابعة والتقييم ولجنة المواصلات ولجنة الهلال الأحمر البحريني وجميع اللجان والكشافة كذلك واللجنة الأمنية والكشافة واللجنة الطبية. أخيرا سررت الحقيقة بهذا الجهد المبارك الذي تقوم به اللجان لاستقبال حجاج مملكة البحرين.